مرحبا، أنا لبنى جوهرجي فتنس كوتش، واليوم رح أخذكن أكثر على بعض الذكريات بحياتي حتى تتعرفوا علي أكثر. حياة الإنسان عبارة عن مجموعة من المواقف، وهالمواقف تتشكل مثل محطات بمر بها الإنسان بفترة حياته، وبعض المحطات بتكون هي السبب الأساسي بتغيير حياة الإنسان بشكل كبير. خليني أخذكن معي اليوم إلى بعض وأهم محطات اللي مريت بيها بحياتي. حبيبتي لبنى كانت بتاخذ العقل، وبس بدت فترة المراهقة صارت بقى بتهتم بالأكلات الجانك فود والأكلات الدسمة، ونحن كنا دائما مثلا ننبهها لبنى حبيبتي ما تقلي من هاي الأكلات لأنه ممكن تسمني. بحيث أتذكر أول سنة جامعة أول ما دخلت على الجامعة شو كل البنات هيك حلوين مرتبين طوال ضعاف وأنا هيك سمينة، فقررت لا لازم لبنى تشتغل على حالها وتبدي تلعب رياضة، لأنه يعني أتذكر هالفترة كنت كارهة حالي، كان عندي زيرو كونفيدنس، كنت أحس أي شيء بلبسه هيك يعني أضوج منه أنضايج من حالي كل الوقت، فقررت بهالفترة أبدي ألعب رياضة، انتبه على صحتي وغير نمط حياتي. والحمد لله بفترة الجامعة قدرت أخسر من كثير من الوزن، تقريبا خسرت 15 كيلو. وورا ما تخرجت من الجامعة اشتغلت مع شركة أهلي، وبهالفترة تعرفت على زوجي حسنين، وورا السنة من التخرج تزوجنا. تعرفنا سنة 2011، صراحة شفتها بحفلة وعرفت هم عندهم بزنس فاميلي كاردز، فرحت على الأوفيس وسويت روحي أريد أشتري بزنس كاردز، وتعرفت عليها من يومها. وأنا صراحة لا بزنس كاردز ولا يعني، بس ورا ما حكيت وياها على البزنس كاردز وهاي وي كليكت سبحان الله. ورا سنة ونص تقريبا تزوجنا 2012، حيصير لنا 9 سنين متزوجين. 2013 جتنا أول بيبي ليان. طبعاً هاي الفترة لبنى زادت وزن تقريباً 20 كيلو، وهي أوريدي رياضية وكومبتيتيف، وفترة الولادة كانت صعبة لأنه المرأة حيتغير جسمها، فصراحة شيء ما نجدت very well لأنه هي dedicated وركزت على الرياضة. فالتشينج هذا من الولادة للرياضة والإصرار أنه ترجع جسمها مثل ما كان، صراحة خلال فترة 6 أشهر كان صعب بس بنفس وتشالنج، بس بنفس الوقت قدرت تسويها. كنا بإجازة صيفية بكندا، وأتذكر هذا اليوم خبرت أمي كانت بدبي، قلت لها ماما عندنا خبرين، عندي خبرين، خبر حلو وخبر ما حلو. لبنى سافرت على كندا وشافت أبوها تعبان، فأنا ما كنت موجودة معهم. راحوا أخذوه على المستشفى وفحصوه، قام طلع عنده كانسر، فهي أول وحدة تلقت هذا الخبر، وهذا سوى لها صدمة كتير قوي لأنه أول وحدة عرفت أنه عنده كانسر وعنده بس شهر، ممكن ما يطول أكثر من هيك. كان شوك بالنسبة إلي، و يعني هيك شيء كان صدمة لأنه ما عرفت شلون يعني شو أعمل، شو كان هيك يعني خبر يعني سبب لي شوك، ما عرفت شو أعمل، شو سوي، شو راح يصير بالمراحل الثانية بحياتي، مع إنه كنت يعني العلاقة مع والدي كانت كلش قوية. طبعاً هي كنت من أول الناس، لأن كنت معه بالدكتور وقت خبرنا الخبر، فكنت أول واحدة بالعيلة أنا كنت متلاقي الخبر، وكان بالنسبة إلي يعني صدمة حياتي. في مرحلة من المراحل قبل ولادة لين بنتنا الثانية مرت لبنى شوية بمرحلة صعبة من حياتها بوفاة الوالد، وصارت الرياضة هي المنفس اللي تقدر تتنفس به وترتاح نفسياً مثل الستريس ريليف. وأتذكر بهالفترة الشيء الوحيد اللي كلش ساعدني أنه أرجع طلع الستريس اللي كنت، الغضب اللي كان جوا قلبي جوا هيك الانجر وكل شيء، كنت طلعها بالرياضة.
وبهالفترة بهالسنتين حسيت الرياضة صارت مو بس هواية بالنسبة لي، كانت قبل هواية إن أطلع ولا حتى أخسر وزن وهي، بس صارت الرياضة بالنسبة لي ملجأ إنه أحس بالسعادة ترجع لبنى للحياة. خاصة وقت كنت أحكي مع أهلي بكندا كانوا، كنت دائما حسس إنه أنا أوكي I'm fine وكل شيء أوكي وإحنا we're fine ونعطينها الطاقة الإيجابية، لأن الرياضة خلتني أطلع كل الستريس كل الزعل اللي كان حاصرته بقلبي، وصارت عيلتي ولادي زوجي يلعبوا رياضة يحبوا الرياضة، صار جزء أساسي من حياتنا. I'm proud of mommy because she works hard and she eats healthy. I love mommy because she grows muscles, she eats healthy and she always lets us eat healthy and she's strong. I love mommy because she's strong and she's the best mommy in the world. كل إنسان عنده هدف بحياته، وهدفي إنه ساعد وانشر الوعي لكل مرأة عن طريق الأكل الصحي والرياضة. والقصة ما خلصت، ودائماً تذكروا أن الرياضة هي الوسيلة اللي حتساعدكم تتخطوا أي مراحل صعبة بحياتكم.